فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول شخص يصلي مع الجماعة في الصف، شخص يصلي مع الجماعة في الصف وبجواره شخص مدخن وقد آذاه برائحة الدخان، هل له أن يقطع الصلاة؟ لا، لكن يتأخر أو يتقدم إلى صف آخر أثناء الصف، ما في بأس، يتقدم إلى الصف الذي أمامه أو يتأخر الصف الذي خلفه، ما في بأس، لكن لا يقطع الصلاة، يصبر، يصبر والحمد لله. نعم.